سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. جيتكم البنات اليوم فيديو جديد نقدم لكم في تشكيله من جبات تاع الصيف. لبي لي درك تقولوا هذه راهي لحقت لنا الصيف وجبتو يجري، بصح كاين البنات هاي راهم يخيطوا ويجهزوا لي يدخلوا في مارس ولا يحوسوا على لي موديل. انا جيت بهذو لي فيديو باش نعاونهم. نخليكم البنات مع الفيديو، مشاهده ممتعه. الموديل الاول هذه جايه في النوار، ندخلينها البلون هذه جايها الفولا هكذا في ليمونش في الصدر. هذه جاية جلابة عريضة بالحسام، ندخل لها الكروفيات مع القماش فلوري جايه شابه مع هذه في النوار. هذه بالكول بالحسام، ندخل لها الروز. هذه هنا جلافه سهل. شوفوني البنات على ستيل تاع ربي تجين كامل مسطرين هايلين، يعني تلبسهم الواحدة تكون فيهم مرتاح. هذي طوب واو، انا عجبني البنات هذا الموديل. وانتوما جاية كول باطون مع ليمونش من لاكولور تاع القماش لحسين، جاية بزاف شابة. هنا بالحسن، هنا بلاستيك في الستر نتاعها. هذه جبة سامبل، زيد لها الكاب هذا في الفولار في الفلوري. ومن هذه الشابة هذا نفس القماش وقد شفنا في الموديل الأولين. الجلابة ثاني شابة جاية. بنات الفيديو تاع نهار اليوم خلاص، نتمنى يكون عجبكم. إذا عجبكم ما تنساوش تدعموني بلي لايك ومشاركة الفيديو مع صحابتكم مع حبيبتكم. خليكم لبنات في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.